نجد في المجتمع الكثير من الناس الآن اللي مرضى مرض مزمن بحال مثلا السكري مثلا، كيلقاو الأبناء ديالهم مشكل مع والديهم مثلا، تينصحوا باش أنهم ما يصوموش بناء على وصفة الطبيب أو رأي الطبيب، لكن ذاك الشيخ أو ذاك الوالد مثلا الكبير أو المرأة كتجاحد مع ولدها مثلا وكتقول له لا، أنا ما يمكنش لي ينتهك حرمة رمضان، أنا غادي نصوم، هذا لأن الطبيب ما كيعرف والو مثلا. هذا مشكلة، مشكل عندنا حينما نأخذ الدين بالعاطفة دون العقل. نعم. والعاطفة عاصفة. العاطفة عاصفة والعقل قيدها. جميل. حينما نأخذ مثلا الدين بالعاطفة بهذا الشكل، لا لا حوا، أنا شيخ كبير ودوزت العمر ديالي في الدين، وجينا في النهاية في نهاية المطاف نفطر نفطر والناس صايمين، واخا نموت فيها. هذا ما يقع كثير. هذا يجب أن يعلم هذا الشيخ، يخصو يعرف، ندرجوا في هذه المسألة، هذا الشيخ الكبير أو هذا المريض بالسكري خصو يعرف أنه إذا صام وقع في الحرام. وقع في الحرام. والمرض السكري ما معاهش اللعب، لأن المرض السكري كيضرب الأجهزة أخرى. كاين اللي كيقول لك أنا نجرب، كاين بعض الفقهاء دابا كيقول طبيب كيقول لهذا المريض بمرض السكري لا تصوم، وكيجي واحد الفقيه بحالي مثلا كيقول له لا خصك تجرب، هذا راه خطأ من الفقيه. أشنو قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين أفتوا المجروح في رأسه؟ الصحابي تجرح في رأس ديالو وعليه الجنابة، وقالوا له بعض الصحابة يجب عليك أن تغتسل، فاغتسل فمات. فمات، نعم. شنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه، قتلهم الله. قتلوه بماذا؟ بالجهل، بالفتوى. الفتوى، نعم. قتلوه بالفتوى، فتوى بدون علم، فتوى بدون علم. إذا هنا الفقيه يمسك ويجبد الخيط ديالو حتى يشوف ماذا قال الطبيب، ما يقولش سير تجرب. يجب على المريض الذي لا يستطيع الصيام أن يأخذ بوصفة الطبيب، ويجب على الفقيه الذي يفتي أن يبني فتواه على وصفة الطبيب. طبيب. لأن مثلا لا يقول بعض من الفقهاء كيجي عنده مثلا شي واحد ومريض مثلا بالسكري، وتيقول له واش ممكن نصوم ولا نفطر، تيقول له شنو قال لك الطبيب؟ تيقول له ودي قال لي ما تصومش. الفقيه هنا بعض المرات كيبغي يدير اجتهاد، تيقول له لا خصك تجرب مثلا. ما رأيك في هذه المسألة هذه؟ هذا يعني أنا كنقول أنا فقيه، حينما أتبنى مثل هذا الفكرة هذه وهذا القول هذا، أكون قد اعتديت على الحدود، حدودي، ودخلت في مجال آخر، في مجال آخر. أن هذا ممكن يسبب مشكل. الجواب إيه؟ لأنه تجربة، يعني عندي بعض الحالات مثلا إنسان صام بيجرب ومشى له البصر بمرض السكري. نعم، خطير. ومشات له الكلية، لأن مرض السكري خطير من غير يضرب لا يستأذن. نعم. كيقول لك تجرب ولا كيقول لك جمع راسك، أنا جاي الكلية ديالك، أنا جاي البصر ديالك، ما كاينش. نعم. يعني كتجي الضربة مرة. نعم. وإلا مشى البصر راه ما يرجع بالسكر. نعم. وإلا مشات الكلية والإنسان كيصفي راه ما يرجع باقي. نعم. إذا ما عندناش هنا تجرب. إذا ما دام الطبيب درس حالة المريض بالتحليلات وبجميع المسائل، كيقول لي سير دير التحليلات وجاب لي التحليلات ودار الحسابات ديالو كيعرفها هو، حنا ما كنعرفوهاش، ماشي تخصص ديالنا. وقال لي الطبيب لا تصوم، خص الفقيه يقول لي اشنو قال لك الطبيب؟ ما تصومش. وهنا نعاودوا ننبهوا على ان الناس اللي عندهم مشكل ديال السكري وقال لهم الطبيب ديالهم ما تصوموش، ما خصهمش يصوموا. نعم. الا خالفوا هذا الامر ارتكبوا حراما. خصنا نعرفوا باللي وإذا مشات توقعات شي حاجه ليهم، فهنا كيتحملوا المسؤوليه. كيتحملوا المسؤوليه لان الصحه امانه عندي. يعني ممكن البصر عندي امانه. ممكن يوقعوا في ديك القضيه ديال قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. نعم. نعم. اعطاني الله سبحانه وتعالى الصحه، ما خصش نديها لشي واحد المكان واخا الدين اللي تمشي ليا في هذه الصحه. نعم. وهنا المريض يعني كتبقى النية ديالو، الله سبحانه وتعالى سيجازيه على قدر نيته. هذه قاعدة عامة وموجودة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح. نعم. يقول أي إنسان مريض يعمل
عملا ومنعه عنه مرضه فالله سبحانه وتعالى يعطيه الجزاء مثل ما كان يعمل. نعم، يعني سبحان الله، هذا من عطاء هذا الدين. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. نعم. لم يعملها لأعذار ولأسباب. نعم. إذن حينما نستهدف الجزاء والتواب وغفران الذنوب عند الله سبحانه وتعالى هو موجود. نعم. ليس من الضروري أن أهلك نفسي حتى أصل إليه. نعم. إذن هنا النية تكفي الإنسان لك أن مريض، الله سبحانه وتعالى غادي يعطيه كما قلت سيدي الكريم الجزاء اللي كان غادي يعطيهم لو أنهم صاموا في ذلك. وأكثر من ذلك اليوم. الإسلام جعل له البديل. يعني لما قدرش هذا المريض الذي لا يستطيع أن يصوم، مرض مزمن دائم مستمر ومثله الشيخ الكبير هو الذي يفدي عن كل يوم، يعطي الفدية، يعني كيخرج فدية، كيخرج فدية عن كل يوم. واش هاد الفدية واجبة أو لا مستحبة؟ لا، هي واجب، فدية مستحبة بالنسبة للشيخ المريض، بالنسبة للشيخ الكبير والمريض مرض مزمن الذي لا يرجى شفاؤه، في حقه مستحبة وليست بواجبة. ليست واجبة، لا تجب إلا في اثنين الفدية، حتى نعلم هذه المسألة، لا تجب إلا في اثنين: المفرط في رمضان عليه قضاء رمضان ولم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر، هذا تجب، يجب عليه القضاء مع الفدية. نعم، غادي نجي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناة ريمال تيفي.